7 عصرا في القاهرة الثانية بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ بالعناوين. تظاهرات حاشدة في عدد من مدن مصر تحت شعار لا للفوضى، تنديدا بدعوات العناصر المشبوهة لتهديد استقرار مصر. لازم تعرفوا كلكم الشعب المصري. لدى عودته من نيويورك، الرئيس السيسي يؤكد أنه لا يمكن خداع الشعب الذي أصبح أكثر وعياً. ورئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تعرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات. نجدد التحية بحضراتكم وهذه تفاصيل الأنباء. خرجت الجماهير المصرية في تظاهرات حاشدة قبل ظهر اليوم تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة نصر والسويس والأسكندرية والشرقية تحت شعار لا للفوضى، للتنديد بالدعوات التي أطلقتها العناصر المشبوهة للتظاهر في شوارع مصر. هذا وقد نددوا بمحاولات بث الفرقة والفتنة التي حذر منها الرئيس السيسي فور عودته من نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي شمال سيناء حرص عدد كبير من المواطنين على النزول والاحتشاد في مختلف المناطق لتأييد ودعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حمل المشاركون صور الرئيس وتفاعلوا مع الأغاني الوطنية. وانطلقت تظاهرات تأييد في الشيخ زويد بشمال سيناء وطالبت بالتبرؤ من الناشط مصعد أبو فجر، وطالبت السلطات بالقبض عليه ومحاكمته. وفي ميدان التحرير بدأت الحركة هادئة تماما، خلت من أي تجمعات في تجاهل تام لدعوات الهدامة التي أطلقتها عناصر إثارية. معنا للمزيد من المتابعة من قلب ميدان التحرير الزميل رمضان المطعني. رمضان، بعد التحية، هل لك أن تطلعنا على المشهد لديك الآن؟ رمضان، نكرر السؤال مرة أخرى بعد التحية زميل رمضان المطعني، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل المشهد لديك الآن في ميدان التحرير؟ إذن سنحاول التواصل مرة أخرى مع الزميل رمضان المطعني. هذا وقد حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من تزييف الحقائق وخلق صورة مغيرة للواقع، مشددا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين والتصدي للشائعات والأكاذيب. وفي تصريحات لدى وصوله قادما من نيويورك، قال السيسي إن هناك قوى شر تحاول استهداف الشعب والنيل من إرادته، مشيرا إلى أنه لا يمكن خداع المصريين لأن الشعب أصبح أكثر وعيا. ازاي الصورة تترسم عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم؟ الكلام ده المصيبة ما هو عاملهم كتير، اللي اتعمل قبل كده ما فيش حل تاني. ليه؟ عشان ربنا وعشان انتوا. ما تقلقوش من حاجة، ما تقلقوش من حاجة. صباح الخير. حضرتك لسه جاي من زيارة ناجحة جدا
زي الفل، كل حاجه ماشيه كويس قوي. انا شايفكم يعني انتوا يعني انتوا بتسمعوا كلامهم وتصدقوه وتتعاملوا مع المحيط. انا مش شايف كده، الموضوع مش كده خالص. ده صوره بتترسم زي ما اتعمل قبل كده، عباره عن كذب واحتراف وتشويه وكتابه الكترونيه شغاله وشويه اعلام يشتغل عشان يقدم صوره مش حقيقيه. انتوا الناس بتكونوا قايله كده. احنا جامدين قوي ان شاء الله، البلد جامده قوي بيكم. بيك يا ريس، البلد جامده قوي بيكم. الدعوات للتظاهرات والشغل للاسف اللي احنا ممكن نعبر بيه بانه شغل رخيص شويه من قبل الارهابيين، رسالتك للمصريين ايه؟ اصل الرساله دي لسه كنا احنا بنتكلم من اسبوع في الموضوع دوت قبل ما نسافر، وقلنا يا مصريين خلي بالك مش هيسيبوك، مش هيسيبوك، لا هيسيبوك تنجحوا ولا هيسيبوك تتهنوا على الحال، ولا هي حكايه حرب بيننا وبينهم. مجموعه قد كده الشعب كله يعني بتصدقهم ازاي؟ يعني والاعلام عليه واجب كبير، وعوا الناس اكتر وتصدوا للشائعات والاتهام والكذب اللي بيتكلم ان هو يتحدث في كل حته. الناس البساط ما تصدقهمش لان هم ناس غريبين قوي قوي وهم بيبقوا فاهمين كويس. فمصر مكانها كبير قوي، مش عشان حاجه انا شعبها، مكان مصر شعبها فيكوا يعني. بشكرك انك وافق تحكم وشايل شريكنا، كتر خيرك وربنا. لا 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 ازاي بقى، ده انا ليا الشرف والله. متشكرين متشكرين. نعم، عايز اقول لحضرتك فاما الزمن فاذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. نفعت الناس وعمرت وحفظت البلاد. الله يسلمك، حفظك الله لنا وحفظ مصر بك. اللهم امين، ربي يحفظنا بيه. متشكرين. انا بس عايز اعرف رد فعلك لما شفت الصغاريد والكتابات ودعمك. انا بقول المصريين يوم ما حفلوا، يوم ما حفلوا من المصريين زي يوم التفويض كده 2013 3/7 3/7، يوم ما حفلوا من المصريين رساله للعالم كله، ينزل الملايين لكن مش اقل من كده. شكرا جزيلا. السلام عليكم. مشاهدي الكرام، وينضم الي هاتفيا المستشار حامد فارس المحلل السياسي. اهلا بحضرتك، كل تحياتي. نحن على الهواء الان ونتابع المسيرات المختلفه، وهذه المسيره من مدينه نصر من شارع يوسف عباس تحديدا على الهواء مباشره. يعني دلالات هذه التجمعات الحاشده في اكثر من منطقه واكثر من محافظه. اهلا بحضرتك، وهنا الشعب المصري اليوم يوجه رساله كبيره إلى جماعة الإخوان الإرهابية وإلى الخونة والعملاء والداعمين لهم من الدول المعروفين اسما وفعلا، ويؤكدوا دعمهم للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكدون لكل العالم بأن مصر كيان واحد، ليس هناك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحكم مصر جماعة مشبوهة تؤدي إلى قرابة دول وتؤدي إلى أفعال دنيئة. السيسي أعاد مصر إلى وضعها الطبيعي بين دول العالم، وأظهر قوة مصر الناعمة بدعم قوي وفعال من الشعب المصري العظيم الذي يثبت للعالم أجمع اليوم أن الشعب المصري خلف قيادته السياسية لتحقيق ما يصبو إليه من تحقيق تنمية واقتصاد قوي وحياة رغدة للمواطن المصري. طيب، يعني فكرة أنه هذه المسيرات أو التظاهرات يعني بتدعو إلى الوحدة، بتدعو إلى إفشال المؤامرة، وأنها منتشرة في أكثر من محافظة، أكثر من مكان ومنطقة جغرافية، يعني عمل شعبي عفوي أعتقد. إن دل على شيء فإنه يدل على وعي وإدراك المواطن المصري في وقت المخاطر، ويدل على حبه لقيادته السياسية وأنه خلف القيادة السياسية المصرية في تحقيق أهدافه
وأنه يوجه رسالة للجماعة الإرهابية ويؤكد لها وكل محافظات مصر وليس في القاهرة فقط تؤدي بشكل قوي وفعال تأييد عفوي غير مصطنع وغير موجه، ويؤدي بشكل واضح بتوجيه رسالة للعالم أجمع بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على قلب رجل واحد، وتوحد الجماعة الإرهابية تظهر لنا على فترات وتحاول أن تشد مصر إلى الأسفل، وتحاول بقدر الإمكان أن تجعل من مصر بؤرة للإرهاب، وتحاول أن تعيد نفسها المشهد من جديد. وهذا لن يحدث نتيجة وعي وإدراك القيادة المصرية الرشيدة ووعي وإدراك الشعب المصري الذي يبحث عن استقرار وأمن وأمان، لأن هذا هو الذي سوف يؤدي لتنمية حقيقية فعالة على الأرض وعلى أرض الواقع، ويؤدي إلى أن يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة. وإن دل على شيء فيدل على وعي القيادة السياسية المصرية التي جاءت منذ قليل وصلت إلى أرض الوطن من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبلها قمة الجي 7، وقبلها قمة التيكاد، وتلك دعوات تدل على ثقة مصر الإقليمي والدولي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكرك المستشار حامد فارس المحلل السياسي. ومتواصلون معكم مشاهدينا الكرام، ونذهب من جديد إلى ميدان التحرير، ينضم إلينا هاتفيا من هناك الزميل رمضان المطعني. رمضان، صف لنا ما ترى الآن والمشهد لديك. نعم، ميدان التحرير تسود حالة من الهدوء والاستقرار حتى هذه الساعة. الميدان خالي تماما من أي تجمعات أو أي أشخاص، بحكم أن يوم الجمعة الميدان طبيعي في حالة طبيعية جدا، لا يوجد أي ما يعكر الاستقرار حتى في المنطقة المحيطة بميدان التحرير، ميدان عبد المنعم مراد، وفي محيط متحف التحرير لا توجد الحالة طبيعية جدا، كافة المواطنين يتحركون بصورة طبيعية جدا ويستقلون وسائل النقل العادية من خلال الموقف الخاص بالنقل العام والحافلات يتنقلون، ولا توجد حركة غير طبيعية حتى هذه اللحظة. أيضا محيط ميدان التحرير من ناحية كورنيش النيل صورة طبيعية للغاية، في الاتجاهين السيارات تسير بصورة طبيعية جدا، أيضا نستطيع أن نرى أيضا كوبري أكتوبر الحركة طبيعية جدا، لا توجد أي صورة غير ذلك حتى هذه اللحظات. من هذه الصورة وهذا الاستقرار وهذا الوضع حتى هذه اللحظة، يعني في استجابة للشعب المصري للقيادة السياسية بأن الشعب قال كلمته اليوم بأنه يريد الاستقرار، يريد الهدوء، أن الكلمة العليا هي للشعب المصري تأييدا للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة. الجمعة اليوم صورة طبيعية، ميدان التحرير يخلو تماما من أي حركة غير طبيعية، الاستقرار والهدوء هو سمة المشهد حتى هذه اللحظة. جزيل الشكر لزميل رمضان المطعني، كنت معنا مباشرة من قلب ميدان التحرير، ترصد لنا الصورة هناك والصورة في الطرق المؤدية للميدان، شكرا جزيلا لك. كان الرئيس السيسي قد وصل أرض الوطن بعد زيارة إلى نيويورك، شارك خلالها في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عقد الرئيس خلال زيارة لقاءات دبلوماسية مكثفة مع عدد من قادة وزعماء العالم، حيث بحث عددا من الملفات الإقليمية والدولية. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بالمخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن. نعم، وجاء ذلك خلال لقائه طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وعدد من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة. واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة. ونقل القائد العام للحضور تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجهودهم المبذولة في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته. وأشار الفريق أول محمد زكي أن المنطقة المركزية العسكرية تمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي المصري. وأشاد القائد العام بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة وأدائهم لمهامهم الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، معربا عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في دفع عملية التنمية الشاملة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة نظرا لما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود للنهوض بقوى الدولة الشاملة. وأكد الفريق أول محمد زكي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة أحدث النظم العالمية في النظم التعليمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالانضباط والعلم والمعرفة، مما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة. واستمع القائد العام إلى آراء واستفسارات عدد من الحاضرين عن الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية وتداعياتها على أمن واستقرار الوطن، وأكد أن القوات المسلحة ستظل تؤدي دورها في حماية الوطن واستقراره مهما كانت التحديات والتهديدات، مشيدا بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على جميع الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. مشاهدي الكرام، ينضم إلي الآن من محافظة الغربية الزميل منذر أبو دوح. منذر، أهلا بك، كل تحياتي. إذا الأوضاع لديك، أترك إليك الكلمة. تحياتي إليك وتحياتي إليكم أعزائي المشاهدين. بالفعل محافظة الغربية تشهد هدوء وتشهد تأمين كامل من قوات الشرطة لتأمينها ضد أي مشاكل قد تحدث. كنا قد تابعنا في الرسائل الماضية التي بدأت منذ الأمس حديثنا حول ما تم من إنجازات داخل المحافظة للتيسير على المواطن داخل محافظة الغربية. بداية كانت هناك تحركات من قبل المحافظة ووفقا لتعليمات الحكومة بتوسيع وإجراءات مرورية ساعدت على توسيع الطرق الرئيسية وساعدت على تسهيل حركة المرور داخل المحافظة. كذلك تابعنا هناك كانت أنشطة اقتصادية، تابعنا وجود مناطق ترفيهية تم إنشاؤها للتيسير على المواطنين في التواصل والترفيه وأسعار رمزية. تستمر المشروعات الاقتصادية، والآن نحن داخل أحد المناطق الاقتصادية التي تم إقامتها داخل محافظة طنطا، داخل مدينة طنطا، لنتعرف على التفاصيل. بجانبي الآن رئيس مركز ومدينة طنطا سيادة اللواء، برحب بك على شاشة الأخبار. أهلا بك يا فندم، وأهلا بك وفي محافظة الغربية وفي مركز ومدينة طنطا. بطبيعة الحال هناك كانت نقول توجهات من الحكومة بضرورة توفير فرص عمل للشباب، إيجاد نقول اقتصاديا توفير صناعة، توفير لتحريك عجلة التجارية داخل المحافظات، وكانت منها محافظة الغربية. ونحن الآن داخل إحدى الصرح الاقتصادية الموجودة داخل المحافظة، حدثني عما نتواجد به الآن لنعرف المواطنين بهذه التفاصيل. طبعا توجهات الدولة كلها بأن يتعمل مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية، دي احدى المناطق اللي تم العمل فيها من سنة تقريبا. الصرح اللي حضرتك شايفه ده الشغل تم فيه في خلال سنة. المنطقة مقسمة لكذا مرحلة، عندنا مرحلة المول التجاري وده تمت وانتهينا منها وبدأ يشتغل من فترة، وعندنا منطقة البنوك وعندنا منطقة ترفيهية وعندنا نادي وعندنا منطقة لوجستية خاصة بتجميع الأدوية وتجميع أجزاء السيارات
عدد من المشاريع وعدد من المشاريع الاخرى بجانب المشروعات الرئيسيه اللي فيها ومواد البناء الحديث، وده كله هتبقى منطقه انطلاق لجميع المحافظات. يعني ده احد المشاريع الموجوده، بالاضافه ان في مشاريع كتيره موجوده في المحافظه زي الرصف. لو حضرتك مشيت في اي مكان في الغربيه هتلاقي فيه مشاريع شغاله، يمكن حضرتك وانت جاي على الطريق دلوقتي شايف فيه شغل على الطريق. ده بيتم في جميع المراكز. انا هتكلم على مركز طنطا عشان رئيس مركز مدينه طنطا. احنا عندنا في طنطا رصفنا السنه دي 89 شارع، منهم شوارع كتيره جدا في المناطق الشعبيه زي منطقه تل الحدادين، منطقه السلخانه، حي اول وحي تاني، شوارع كتيره اترصفت رئيسيه وشوارع جانبيه بتكلفه تقريبا الرصف بس حوالي 35 مليون. طبعا منطقه لوجستيه، منطقه من المناطق اللي وهتوفر فرص عمل كتيره جدا، حوالي 50,000 فرصه عمل مباشره وغير مباشره، فرصه عمل للشباب طبعا. نعم. وكلهم من الغربيه. نعم. يعني من الغربيه، والمنطقه دي يعني مشترك فيها وزاره التجاره والتموين، وزاره الاستثمار، هيئه الاستثمار مع محافظه الغربيه. مشروع ضخم جدا هينقل المنطقه نقله كويسه، وانت شايف المنظر قدام حضرتك. نعم. حاجه جميله يعني، وفي تشييد وبناء يتم انشاؤه الان، عدد من الاماكن يتم انشاؤه الان داخل ان شاء الله، وفي وقت قريب جدا ان شاء الله نكون انتهينا من مراحل ثانيه فيها باذن الله. ان شاء الله موفقين ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين، يتم انشاء مشاريع عديده للشباب لتوفير فرص عمل لاقامه حياه تجاريه في محافظه الغربيه. بجانبي الان كذلك مسؤول عن احدى المشروعات، نتعرف بيك. اهلا بيك، انا سمير حن، مدير فرع الشركه المنفذه ومالكه المشروع. بطبيعه الحال بدايه دعنا نطمئن لفرص العمل، كم فرصه عمل ستتوفر من خلال شركتكم للشباب؟ زي ما قال شاكر بيه، احنا ان شاء الله عندنا 50,000 فرصه عمل مباشر وغير مباشر، والحمد لله بدانا فيها. انا عايز اقول لحضرتك ان معظم العماله الموجوده حاليا من العزب اللي حوالينا ومن المدن اللي حوالينا، احنا بتوسع من جوه لبره، يعني بناخد من القريب وبعدين اللي مش هنلاقيه خبره هنا تدي ناخده من حته ثانيه. وزي ما حضرتك شايف احنا ان شاء الله يعني في بدايه بدانا بالمشروع التجاري اللي هو المول، في عندنا مشاريع ثانيه، عندنا ان شاء الله المرحله اللي جايه فيها النادي، واحنا عاملين النادي على مستوى محترم قوي قوي قوي. النادي المشروع اللي انت شايفه ده كله احنا واضعين حجر اساسه 4/12/2017. الصرح الضخم اللي ورانا ده في سنه وثمان شهور، تكلفه المشروع كله المنطقه اللوجستيه. طبعا انا عايز اقول ان دي اول منطقه لوجستيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه يتم انشائها ويتم العمل فيها. هو في مناطق لوجستيه كتير بدات الوزاره تطرحها، بس دي اول منطقه واللي انتهينا من مشاريع منها. المساحه، نعم، المساحه عندي حوالي 84 فدان. التكلفه ان شاء الله فوق هتوصل فوق ال 6 مليار جنيه، واخد بال حضرتك؟ وده يعتبر من المشاريع القوميه اللي في الدلتا مفيش قدها. يعني احنا بنعمل مشروع حاجه. دعني اطرح سؤال بصفتك ممثل احد المستثمرين في هذه المنطقه، كيف ترى عمليه الهدوء والبناء التي تجرى في الفترة الماضية والتي تستمر والتي تأتي في ظل أيام نقول بعض الدعوات الضعيفة التي تتحدث عن الفوضى أو تتحدث عن كيف. كيف ترى هذا وبصفتك ممثل أحد المستثمرين؟ أنت شايف حضرتك دلوقتي احنا واقفين في وسط المشروع دلوقتي، ما افتكرش ان في أي حاجة حصلت أو هتحصل. احنا الأمن زي ما هو، ما فيش أي مشكلة، ما قابلناش اي حاجه متهيألي. يعني الدنيا الحمد لله مسيطر عليها سيطره كامله، الناس بقت واعيه انها ما تنزلش تعمل حاجه ضد البلد. احنا النهارده عايزين ننهض بالبلد، وده مشروع بينهض بالبلد، مشروع بيشغل 50,000 شخص، يعني 50,000 اسره. طب انا النهارده اما هد حاجه زي كده، طب الناس دي هتروح فين؟ الناس دي تاكل منين؟ واخد بال حضرتك؟ احنا في هدوء تام، الدنيا ماشيه زي ما هي زي اي يوم عادي، رغم ان النهارده الجمعه. لو حضرتك بصيت في الجراج بتاع المنطقه التجاريه هتشوف كم سيارات، اعداد كبيره جدا. لو حضرتك دخلت جوه هتشوف عدد من الناس كتير جدا. لو حضرتك دخلت حتى عندنا في النادي هتشوف في ناس قاعده بتعمل انترفيوهات وبتعمل شغل، لان النادي لسه ما اتفتحش، ان شاء الله هيفتح في يناير. فده كله بيوحي بالامن والامان. يعني اذا العجله تسير عجله التنميه، تسير عجله البناء، تسير الى ان شاء الله منتهاها يعني باذن الله. موفقين ان شاء الله يا فندم، ربنا يخليك. شكرا. كما تابعنا اعزائي المشاهدين، تستمر عجله البناء وتستمر التنميه في محافظه الغربيه، توفير فرص عمل. سياده اللواء كما اكدت
50,000 فرصة عمل لشباب محافظة الغربية، وكذلك توفير والتسهيل على حياة المواطن داخل محافظة الغربية، أولويات أكدت عليها الحكومة ليس بالكلام ولكن بالفعل. نتابع ذلك، تابعناه معذرة تابعناه في الرسائل الماضية وفي هذه الرسالة، وسنستمر في رسائلنا القادمة لإظهار إذا كانت هناك بالفعل إنجازات موجودة على أرض الواقع أم هي كلام. دوح من محافظة الغربية تحديدا مدينة طنطا، شكرا جزيلا لك. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بتحريض على التظاهر اليوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي. أستاذ عبد الصمد من شبرا مصر، اتجوزت في شبرا مصر ونقلت بعد كده في الشرابية، عرفت على واحد شغال في محل أحذية كوتشيات مصنع. أنا أساسا كنت نقاش وشغال سمسار، فكنت بدور على برضه شغل إيه مصلحة تجارة في أي حاجة، فلقيت صاحبي دوت قال لي تعالى في مصنع كوتشيات، تعالى أعرفك عليه على صاحبه، تنزل معانا الشغل فيه أو تاخد شوية شغل توزعه من المحلات. قلت له خلاص مفيش مشاكل. رحت قعدت مع الراجل، المهم عرفت إن الراجل طلع إخواني، وقال لي بص إحنا بنساعد الناس وإحنا وإحنا وإحنا، وقعد يتكلم في إيه في كلام كتير. فعمل طبعا كوبونات، قال لي الكوبونات ديت بننزل معاها هدايا وبننزل معاها فلوس، فانت في ظرف بنحط الكوبونات في الظرف وبنحط الفلوس في الظرف وال 500 جنيه ومعاهم الكوبون في كمان هديه، فبنوزع طبعا الكوبونات دي على المنطقه الشعبيه اللي انا ساكن فيها، مش اللي هي الشرقيه لا شبرا اللي انا كنت قاعد فيها اساسا، لاني نسبه الناس اعرفها كتير فالنسبة كتيرة، فبالنسبة للبنات والحريم والشباب كله كنت بوزع له بحيث ان هو ينزل لتظاهر في المظاهرات ويحدف بالطوب يخرب، على اساس ان هو طبعا الراجل ده كان معرفنا ان ايه ان احنا كده بنعمل لصالح الوطن ولصالح الشعب، فطبعا كان برضو ايه ان انا كنت بتكلم الناس على أس كلامه هو، فطبعا كنت بنزل ادي الناس اللي ظروف واديها الفلوس، وانا كنت كده كده باخد على كل ظرف ايه نسبه من الفلوس، فطبعا كنت بدا الناس ان هي تنزل للمظاهرات على اساس ان هم برضو ايه يخربوا يعملوا، طبعا الناس فقيره فطبعا ما بيصدقوا ان هم يلاقوا اي فلوس، فبينزلوا منطقه عزبه فيها ناس كتير، فكانت الناس كتير بتطلع معانا، فكانوا يعني بيعملوا يعني بالزياده اللي هم بيكلفوا بيه بالزياده. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري حول ليبيا على هامش الدورة 74 للاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال الاجتماع رحب وزير الخارجية سامح شكري بالموقف المسؤول الصادر عن المشير خليفة حفتر حول استعداده للحوار والحل السياسي، ودعا شكري سائر الأطراف الليبية إلى التحلي بنفس روح المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الذاتية الضيقة للوصول لتسوية تكفل الحفاظ على وحدة التراب الليبي والعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها بالتوازي مع دعم جهود الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن وإنهاء فوضى الميليشيات المسلحة. على جانب آخر، أكد وزير الخارجية التزام مصر بدعم جهود التسوية في الأزمة السورية بالسبل السلمية توازيا مع محاربة والقضاء على الإرهاب بما يحقق أهداف استعادة الاستقرار في سوريا ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق. كذلك خلال مشاركة شكري في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا بنيويورك، حيث أعرب عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية مؤخرا، مشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن. خلال لقاء عقده على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص الجانب المصري على العمل نحو تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وأشار أيضا إلى أهمية استفادة الجانب الهولندي من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في السوق المصرية، وتطرق الوزيران إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، فضلا عن آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبية.
عودة لملف الأحداث في مصر اليوم ومتابعة للمشهد المصري، ينضم إلينا مباشرة من مدينة نصر الزميل هشام حامد. هشام، صف لنا الأجواء لديك الآن وتطورات الموقف. القادمة إلى هنا من عدة مناطق في محافظة القاهرة، الكل هنا يتفاعل مع الأغاني الوطنية تحت شعار لا للفوضى، نعم للاستقرار والبناء والتنمية، نعم لمواجهة أعداء البلاد، نعم لمواجهة إعلام أهل الشر، نعم لمواجهة كل من يعادي مصر. يعني سنستمع الآن إلى آراء عدد من المشاركين في هذه الفعالية والذين قدموا من العديد من المحافظات المصرية، من الدلتا، من الصعيد، من كل المحافظات 27 في مصر. يعني سنستمع الآن إلى عدد من المحافظات. معنا الآن سيدة مصرية، يعني حضرتك جاني أهلا وسهلا بحضرتك، صليها من المشاركة في هذه الفعالية. احنا جايين نأيده ونقول له تسلم وتسلم شعب مصر، بس يا ريت برضه نظرة بقى للشعب شوية، يعني برضه الفقير يبص عليه. دعي مصر. طيب نتعرف على مستمع آخر أو مشارك آخر في هذه الفعالية. قول لي حضرتك جاي منين؟ من محافظة إيه؟ المحلة الكبرى. تمام، قول لي بقى إيه الرسالة اللي عايز توصلها من المشاركة في هذه الفعالية؟ بصراحة احنا بنحيي مصر بالسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية مصر مليون مرة. شكرا جزيلا. يعني طب اهلا وسهلا النهاردة في هذه الفعالية، نقر ونعيش زي الناس اللي عايشين دي، ونعيش احسن من الناس كل ده. والرئيس يعني احنا سامحين بصراحة ملي في ايه يعني. شكرا جزيلا. شكرا. اتعرف على حضرتك ومن اي محافظه؟ محافظه كبر الشيخ مركز سيدي سالم. اهلا وسهلا. حضرتك تابعت الايام اللي فاتت اعلام الاعداء كان يعني شن حمله رهيبه ضد مصر، حضرتك شفت هذه الحمله ازاي؟ وهل الحمله دي هي اللي دفعتك للمشاركه؟ شككوا في المصريين والرياضه في مصر والاعلام المصري والسياسة المصرية، ودول خونة عايشين برا مصر مش موجودين في داخل مصر، ولا يعرفوا ايه الموجود بداخل مصر. الموجود في داخل مصر الشعب المصري هو اللي عايش الاجواء المصرية، وهو اللي شايف الاجواء المصرية. لو يعرف ان الرئيس ان هو يستاهل ان هو ينشال، كان الشعب المصري ده كله ما نزلش، وكان الرئيس انشال، ما كانش في اي مشكلة. شكرا جزيلا. احد المواطنين المشاركين في هذه الفعاليه، حضرتك من محافظه ايه؟ انا من كفر الشيخ، علي السيد زيات من كفر الشيخ. اهلا بيك، اهلا بيك، اهلا بيك. ايه حضرتك شاركت ليه النهارده؟ حضرتك ليه جيت النهارده عند المنصه هنا عشان تشارك في هذه التظاهره وهذه الفعاليه؟ ايوه انا جاي اشارك بان السيسي يعني عمل حلو للبلد وراجل خير وعمل انجازات ما حدش عملها من 30 سنه ما عملتش. يعني السيسي راجل حلو، يعني ما فيش لا كلام ولا غيره فيه. شكرا جزيلا. شكرا. اتعرف بحضرتك من تله محافظه ايه؟ منوفيه، بقى صناع الرجال. اهلا وسهلا بكل المنوفيه. انا عايز بس اعرف حضرتك، يعني شفت الحمله المعاديه لمصر على مدار الايام اللي فاتت كانت عامله ازاي؟ وليه كل اعلام اهل الشر، كل اعلام السيسي قول له يا جبل ما يهدك ريح، مين محمد علي؟ عنده 40 سنه، جاب 220 مليون منين؟ منين سعادتك؟ جاب منين حته؟ حرامي لما عرف ان في اسد سكت ليه من 15 سنه؟ مصر طول عمرها رجاله وهتفضل رجاله، وانت عارف كده. وقول له طول ما انت مؤمن يا سيسي والايمان مالي قلبك، ما تخافش من حد يا سيسي لو كل الخلق هتحاربك. تحيا مصر. شكرا جزيلا. ناخد بس ايه يعني الـ 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 الرموز الصغيره بقى والشباب والاطفال. قول لي بقى انت جاي من محافظه ايه؟ المحله الكبرى، يعني الغربيه. طيب قول لي ليه انت جيت بقى النهارده هنا وعايز ليه جيت هنا؟ مصر جميله، مصر جميله.
مصر بأي سيس مصر. شكرا شكرا. تحيا مصر. يعني مشارك آخر. تحيا مصر. نود غربية. أهلا وسهلا. تحيا مصر. سيسي ما تغيبش. قلنا يا وراك شعب طيب. أنت ماشي كويس. والجزيرة غرقت النهاردة. الجزيرة غرقت. والأعداد الجزيرة غرقت. انتوا مش بتردوا على مبروك عليك يا سيسي الشعب بره اللي بيتفرجوا عليك كل حته دلوقتي. شكرا جزيلا. يعني دي كانت عينه من المشاركين عارفينهم في الفعاليه امام المنصه في طريق النصر. ويعني كما ذكرت في البدايه هناك العديد من العاملين يعملوا حاجه خالص وعاملين يفبركوا فيديوهات من محافظه القاهره وايضا من محافظه الجيزه للمشاركه في هذه الفعاليه المستمره حتى نهايه هذا اليوم. تحيا مصر. تحيا مصر. هشام نتابع معك هذه الحشود المجتمعة الآن، ويبدو أن أيضا هناك أجواء احتفالية بالفعل من على المنصة، يعني ليس فقط السماع وترديد الأغاني الوطنية ولكنه تحول إلى يوم احتفالي بالفعل. بعض الكلمات التي ربما استمعنا لملامحها عبر من خلال هذا من خلال هذه المتابعة. جزيل الشكر للزميل هشام حامد، كنت معنا على الهواء مباشرة من مدينة نصر. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات. وأورد الموقع وهذا تصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عودته إلى طهران. قال روحاني إن المستشارة الألمانية إنجلا ميركل ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا في نيويورك وأصروا جميعا على عقد هذا الاجتماع. وقال أيضا أن أمريكا تقول إنها سترفع العقوبات، مضيفا إن العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش، غير أنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات. أعلنت السلطات الإيرانية أن ناقلة النفط السويدية ستينا إمبيرو التي تحتجزها طهران منذ يوليو الماضي في مضيق هرمز غادرت المياه الإقليمية الإيرانية. وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة برغم بزعم ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق تم إطلاق سراحها في أغسطس الماضي. احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية ستينا أمبيرو لمدة شهرين جراء مزاعم ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية غادرت الناقلة المياه الإقليمية الإيرانية. ومن المتوقع أن تصل الناقلة خلال ساعات إلى ميناء راشد في إمارة دبي بالإمارات. الشركة السويدية المالكة لناقلة النفط أعلنت في وقت سابق أن السفينة التي ترفع العلم البريطاني تستعد للمغادرة بعد حصولها على الموافقة النهائية من جانب السلطات الإيرانية. وكانت إيران احتجزت الناقلة في مضيق هرمز واقتادتها إلى ميناء بندر عباس مع أفراد الطاقم 23، وفي 4 سبتمبر أفرج عن 4 منهم. واحتجزت الناقلة بعد 15 يوما على احتجاز الناقلة الإيرانية جريسوان قبالة سواحل جبل طارق، وتم احتجازها للاشتباه بنقل نفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية المفروضة على هذا البلد. وبعد السماح للناقلة بالإبحار في 15 أغسطس الماضي غادرت السفينة التي ترفع العلم الإيراني جبل طارق في 18 ذاته رغم طلب واشنطن في اللحظة الأخيرة منعها من ذلك، ثم وضعت على القائمة الأمريكية السوداء. وسبب احتجازها أزمة دبلوماسية بين طهران ولندن تأججت جراء احتجاز إيران في الخليج 3 ناقلات نفط منها ستينا أمبيرو، في حين نفت إيران أن يكون ذلك عملية طرد. بعد 3 عقود من انتهاء الحرب الأهلية في لبنان ما تزال أعمال إزالة الألغام مستمرة من مدن الشمال الحدودية. خبراء إزالة الألغام والجمعيات الخيرية يدعون إلى توفير المزيد من التمويل حتى يمكن تفجير الألغام المتبقية. بعد مرور 3 عقود على انتهاء الحرب الأهلية في لبنان ما زال العاملون في إزالة الألغام يعملون على تطهير الأرض في بعض مدن الشمال اللبناني. هناك نجد عامل إزالة الألغام محتميا بسترة واقية وقناع يكثو على ركبتيه
يحاول اكتشاف الألغام المدفونة منذ عقود بمشاركة منظمات دولية غير حكومية تشارك في عمليات تطهير الأرض من الألغام والمستمرة منذ عام 2011. في 2006 بعد الحرب مع إسرائيل بدأنا أنشطتنا لإزالة الألغام والتطهير بتطهير الجنوب من حقل ألغام الذخائر العنقودية. ثم في 2011 انتقلنا إلى محافظات الشمال البترون وبشرى وقضاء الكورة، ومنذ ذلك الحين نقوم بعمليات التطهير في هذه المنطقة. تلك المناطق كانت إبان الحرب الأهلية خط مواجهة بين الجيش السوري وأفراد من القوات اللبنانية، وهي ميليشيا مسيحية خلال الحرب الأهلية بين عام 1975 وعام 1990. الألغام زرعت في أرض لبنان خلال ثلاث مراحل، الأولى في عام 75 في بداية الحرب الأهلية التي استمرت حتى عام 2000 بإنهاء إسرائيل احتلالها لمدة 18 شهرا لجنوب لبنان. خبراء الألغام عثروا على نحو 10 ألغام وتم تفجيرها، ورغم امتلاء المنطقة بالألغام وخطورتها إلا أن هناك من يخاطر بحياته لزيارتها. 100,000 لغم حصيلة الحرب الأهلية، وهناك أكبر عدد من الألغام على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية بحوالي 360,000 لغم. قتلت تلك القنابل الموقوتة 918 شخصا وأصابت ما يقارب 3,000 بجروح منذ عام 75. ورغم التقدم المحرز في الشمال لا يزال أمام لبنان طريق طويل. أنقذت الشرطة في مدينة كادونا شمالي نيجيريا أكثر من 300 طالب من جنسيات مختلفة من مدرسة إسلامية داخلية تعرض فيها طلاب كثيرون للتعذيب والاستغلال الجنسي. وقد دهمت الشرطة المبنى بحي ريغاسا حيث كان بالغون وقاصرون يقيمون في ظروف غير إنسانية بحجة تعليمهم القرآن وإصلاحهم، وتم إيقاف مالك المبنى ومساعده الستة. وعثرت الشرطة على نحو 100 تلميذ بينهم أطفال مقيدون في غرفة صغيرة بزعم إصلاحهم وجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية، كما عثرت الشرطة على غرفة أخرى لتعذيب الطلاب. أشادت كوريا الشمالية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفته بأنه حكيم وشجاع، ويختلف عن سياسيين آخرين في واشنطن لديهم هوس نزع السلاح النووي الكوري الشمالي. وصرح المستشار في وزارة الخارجية الكورية الشمالية كيم كي جوان بأن فكرة عقد قمة جديدة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حاضرة جدا هذه الأيام داخل الولايات المتحدة، مشيرا إلى اللقاءات الثلاثة السابقة بين كيم وترامب في سنغافورة وهانوي وفي المنطقة المنزوعة السلاح، والتي اعتبرها مناسبات تاريخية أتاحت للبلدين التعبير عن الإرادة السياسية ووضع حدا للعداء في العلاقات. مشاهدي الكرام، كان هذا ما لدينا، وهذا تذكير بأهم العناوين. تظاهرات حاشدة في عدد من مدن مصر تحت شعار لا للفوضى للتنديد بدعوات العناصر المشبوهة لتهديد استقرار مصر. لازم تعرفوا كلكم الشعب المصري. لدى عودته من نيويورك الرئيس السيسي يؤكد أنه لا يمكن خداع الشعب الذي أصبح أكثر وعياً. الرئيس الإيراني يقول أن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات. ونايل.إيجي هو موقعنا الإلكتروني لمن أراد المزيد. في أمان الله.